جانب الجمعيه. ويش يفتك الكره بالخيره، تعالي بوسري. ويش زال محتفظ بالكره معه بالخيره، يراوغ ما زال محتفظ بالكره. هو الحكم يعطي مخالفه ل لاعب طيبي اللي ارتكب خطا، والحكم يضطر لاخراج البطاقه الحمراء بعد التدخل الغير رياضي اللي نتمنى ما يتكررش في اللقاءات. على كل نرفزة طبعا ترجع للطابع المثير للقاء، لقاء رسمي، لقاء صعب بالنسبة للفريقين. الحكم ما يتراجعش في القرار تاعه ويطرد اللاعب طيبي رقم 6 من المقابلة هذه. أشياء تحدث طبيعي في المقابلات النهائية، مقابلات المثيرة وصعبة. يستأنف اللاعب الآن، مخالفة لصالح جمعية كيميائي وهران بلباس أبيض. تمس لصالح الجمعية دائما. الخيره